رايحين فين؟ تحليل حضرتك. لا هو طبعا سد النهر مشكلة حقيقية بلا شك وفي منتهى الجدية. وأنا عندي ثقة مبدئية في مؤسسات الدولة المصرية. مصر فيها، مصر مش دولة حديثة. مصر فيها وزارة خارجية، فيها جهاز دبلوماسي على مستوى الكفاءه، مصر فيها خبراء في القانون الدولي على اقل مستوى من الاحترام، مصر فيها اجهزه مخابرات، مصر فيها يعني اجهزه يعني ناس يقدروا مسلحه دوله يقدروا يتعاملوا مع هذا الموضوع، فدي اول نقطه، لان انا يعني حاسس ان مصر تمتلك من المقومات ما يفترض معه انها تتعامل كويس مع هذا الموضوع. نمره اثنين، انا لا يريحني على الاطلاق الناس اللي يستسهلوا فكره نروح نضرب وحل عسكري وما اعرفش ايه، هذا كلام لا يجوز. واحنا لو نتذكر الكارثه، بس ده ما اتقالش الا محمد مرسي، ما هو ده محمد مرسي، بس في بعض الناس برضو هنا في مش رسميين، ناس بالعاديه يقول لك مفيش حاله نروح ما ينفعش، عيب تقول هذا الكلام. هذه المسائل لا تحل بهذه الطريقه. لابد من حشد قانوني مصري حقيقي في الامم المتحده في المنظمات القانونيه ومستنده الى القواعد المسلم بها في العالم كله لتقاسم مياه الانهار. احنا مش بنخترع حاجه جديده، كل انهار الدنيا بتمر بين عده دول، واخد بالك؟ لابد ان احنا بالتاكيد نعمل كده. الحاجه الثالثه او الرابعه ما اعرفش، ان يبقى في جهد شعبي موازي لهذا. يجب يا احمد ان احنا نعترف ان احنا للاسف دايما بنتجه لاوروبا مش لافريقيا. نحب نتفسح في اوروبا، نحب ما اعرفش لا احنا ابناء هذه القاره. وبالذات دول حوض النيل ده. بس سيادة الرئيس عمل بعد السيد وزير الخارجية نقل رسائل لكل، مش بتكلم على الجهد الرسمي، الجهد الشعبي. الشعبي الشعبي لازم الناس تشعر انه الاثيوبيين، الناس اللي في اوغندا يحسوا ان مصر معاهم، ان مصر جزء منهم. لازم تكسب الشعب الاثيوبي، لازم تكسب الشعب الاوغندي، الشعب التنزاني، هي دي البلاد اللي هي بتمر بيها. انا مره رحت كنت في بعثة إلى أوغندا، وكان أو يعني وفد راح دبلوماسية شعبية، كان بيرأسه الشاب هو عضو مجلس الشعب مصطفى الجندي. أيوه مصطفى الجندي الحقيقة. وقال لي عزمني وأنا ما كنتش أعرف مصطفى الجندي، بس واضح ليه أعمال في أفريقيا وبتاع. فروحنا ورحنا أوغندا وقعدنا مع الرئيس موسيفيني، وكان معانا في الاجتماع أو في الوفد ابن الرئيس عبد الناصر اسمه خالد. لا مش خالد، لا مش خالد، الله مش خالد، مش خالد. عبد الحكيم. عبد الحكيم أيوه. كان معانا. نعم والله يا احمد لن انسى هذا اليوم. فالراجل قعدنا جنبيه ودخلنا في مصطفى الجندي، يعني واضح علاقته كويسه بيهم، والوفد قعد، وجي عبد الحكيم قعدته جنب موسيفيني. فابتدى مصطفى الجندي يقدم الناس لمين؟ للرئيس موسيفيني. فقال له ده حبيب. قال له ده ابن جمال عبد الناصر. والله العظيم أنا لا أنسى هذا الموقف. فالراجل تقريبا أصيب كده بحالة من الولا، وراح حاط إيده عليه كده وإيه وقبله، قال له أنت ابن جمال عبد الناصر. الراجل يكاد يبكي إنه سعيد إن ربنا أتاح له أن يقعد جنب ابن جمال عبد الناصر. والله العظيم لم أنسى هذا اليوم في حياتي أبدا، يعني لأنه فعلا مصر كانت لعبت دور أساسي في عصر عبد الناصر في حركات تحرر، حركات تحرر أفريقيا وبتاع. أنا عايز أقول لك يا أحمد إن هذا التراث العظيم لمصر في أفريقيا اللي اتعمل ودعم لحركات التحرر ودعم للشعوب الأفريقية، وكان فيه في مصر كذا جهة معنية بالعلاقات المصرية الأفريقية، أنا أدعي إن حصل إهمال لهذا. إحنا لازم بسرعة بسرعة نعوض هذا. رجع الرئيس عمل كده. أنا مش بكلم الرئيس طبعا، الرئيس بيعمله، لكن حضرتك عايز شعبيين. إحنا طبعا قوة المجتمع المدني المصري وناس تروح وناس. وبعدين يا اخي انت تستطيع انك انت تقدم معونات للاثيوبيين في مجالات كثيره، في مجالات الطب، في مجالات التعليم، في مجالات الاعلام. للاسف لا، يعني طب انت احمد موسى ما سافرتش ليه؟ ما تسافر اثيوبيا وتعمل لقاءات مع الناس وتقعد معاهم، وكذلك الاعلام المصري يروحوا كثيره والناس رايحه والناس جايه، وخدوا معاكم الناس وخدوا معاكم يعني فنانين، يعني تبادل بينهم. هذا الواحد مرتين ثلاثة بس كان في القمة الإفريقية. لا لا بص، أنا بتكلم عايز زيارات خاصة بعيد عن، بتكلم على الشعبين. الشعبين أنت لازم تكسب الشعب الأثيوبي نفسه، تكسب الناس اللي هم يحسوا أن هناك أخوة وفي علاقة خاصة مع المصريين. ومصر طول عمرها يعني علاقتها، ارجع للصور بتاع زمان وشوف هيلا سلاسي مع جمال عبد الناصر. إمبراطور. الإمبراطور. نعم. كان في يتعامل مع عبد الناصر بمنتهى الحب ومنتهى الاحترام. الكنيسه المصريه والكنيسه الاثيوبيه لازم المسائل دي ترجع قبل الانفصال. إنما انما احنا ان احنا نعمل نحط كل عبء على المؤسسات الرسميه ما ينفعش.
لازم بالذات في هذا الموضوع كل القوى المجتمع المدني وكل القوى الناعمة المصرية تشتغل في هذا المجال. وانا ادعي. بس هل ده اتاخر؟ لان احنا خلاص وصلنا دلوقتي لمرحلة. هو اتاخر طبعا. انما ما لا ينفي ابدا احنا نعوضه فورا، واخد بالك، الى ان يحدث هذا بقى زي ما قلت لك. نبطل بقى الكلام في العسكري وحل العسكري، هذا الكلام مهين وكلام بيعمل مشاكل كبيره قوي. ان احنا بنتكلم في عمليه قانونيه. القانون والامريكان اداروا لقاءات، عده لقاءات، ومصر فيها بالتاكيد خبراء قانونيين على اعلى مستوى يقدروا يحلوا هذا الموضوع ويتدخلوا في هذا الموضوع. وانما يعني وانا عندي وثقه في الحقيقه انه مصر فيها مئة من الكفاءات العلميه والقانونيه ما يستطيع ان هو يساهم في هذا الموضوع لتساعد جهود الرئيس السيسي، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك المجتمع المدني لازم نشتغل على كده. لكن حضرتك بتتكلم على حقوقنا التاريخيه موجوده والقانونيه موجوده، لازم القانون وموجود بين الدول كلها. هو في اي حاجه الانهار، نعم، هو في اي حاجه تبرر ان الناس في المصاب او في المصاب بتمنع، نعم، النهر عن الناس في المنبع، قصدي، نعم، في المنبع عنه في المصاب؟ ما ينفعش طبعا هذا الكلام. وكل وانت عندك ثروه من الخبرات القانونيه في هذا الموضوع، واخد بالك. انما يعني فعلى ثقه انه الدوله، انما انا عايز اتعامل الموضوع بهدوء وبدون انفعالات. هو طبعا الاثيوبيين سعداء بيعملوا سد من اكبر السدود في العالم، بس كده. انت تذكر المصريين ايام ما كانوا بيبنوا السد العالي، كنا عاملين ايه؟ كنا هنمنح مش كده ولا ايه؟ ففي نوع من الفخر القومي بهذا، مفيش مانع يا اخوانا، افخروا قومكم لو احنا فاهمين هذا. بس ما تاثرش علينا. ما تاثرش علينا. بس ده تيجي مساله ايه؟ علاقات رسميه، علاقات شعبيه، جهود قانونيه، مجتمع دولي، واتمنى ان احنا نوصلش لدرجه ان احنا نشكوهم للمنظمات الدوليه وبتاع ان شاء الله. انما انا واثق الرئيس السيسي الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية، وزير الخارجية سامح شكري، مفيش نقاش، وزير الخارجية، نعم، والمؤسسات الدبلوماسية، نعم، كلها، واخد بالك، ممكن أن تسهم في هذا، وإحنا كلنا مجتمع مدني المصري كله ممكن يساهم في هذا، إيه المشكلة؟ وأحمد موسى رايد، والله والله بتكلم بجد، لو تاخد بعضك وتروح وتقعدوا مع الشعب الأثيوبي والناس وإيه رأيه، هتسمع كلام مفيد. وقت كورونا برضه؟ مالهاش علاقة كورونا يا راجل، ما تعرفش أنت. شرفتني النهارده. انا مبسوط جدا ان احنا قعدت معاك، كتر خيرك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كتر خيرك، كتر الف خيرك، اشكرك جدا يا احمد.